لانضمام أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إلى تكتل بريكس، ونهنئهم على هذه الخطوة الموفقة. الو الو يا بنيف يا عم، هو كل شويه ناصر بوريطه يطلع يفكرنا ان احنا ما دخلناش البريكس، ويقعد يبارك للدول اللي دخلت. ده بارك لمصر يا عم، وبارك للامارات انا خايف العلاقه بين مصر والمغرب تفضل حلوه كده. ده المصريين كلهم بيتكلموا كويس على المغرب، والمغاربه كلهم بيتكلموا كويس على مصر. طب مش انتوا قلتوا لنا ان احنا داخلين البريكس؟ طب بعد اذنك قول لناصر بوريطة مش كل شويه فكرنا بالازمه اللي عندنا دي. لا ان شاء الله المباراه هتتعاد وندخل البريكس ان شاء الله. ايوه ان شاء الله، ربنا يسهلها علينا ان شاء الله، ونشوف بقى بوريطة ساعتها هيبارك لكوكب لالا ولا لا. احنا كوكب لالا. ايوه احنا كوكب لالا، مش هيبارك لنا لاننا مش هندخل. انا عارف انت عايز تقول ايه. انا عارف. في وسط بقى ما المنتخب المغربي فاز امبارح على البرازيل، منتخب مغربي تحت 23 سنة فاز على البرازيل، دول سابوا بقى الفوز، قال لك احنا ما مش هينفع نتكلم على الفوز، ما احنا مش مع، واحنا بنتكلم بس على المغرب في حالة الهزيمة، انما منتخب المغرب يفوز لا ما نتكلمش على المغرب، ما نجيبش السيرة خالص ولا كأننا شفناه، بس نطلع نقول ايه، نطلع نقول الكلمتين دول. المنشآت الرياضية التي تتوفر عليها الجزائر اليوم قلما نجدها في إفريقيا، ربما عدا جنوب إفريقيا ليس هناك أي دولة إفريقية تستطيع أن تضاهي الجزائر في هذه المنشآت. بصوا يا مغاربة انتوا جننتوا الراجل، بصوا شكله بقى عامل ازاي وشعره ودقنه بقى عاملين ازاي. الراجل اتجنن ماشي في الشارع بيكلم نفسه، قال لنا الجزائر ما عندها الجزائر عندها منشآت احسن من اي حد في الدنيا، وماشي عمال يعمل كده لوحده. والله كوكب لالا ما فيش زيه في الدنيا دي كلها، انا كوكب لالا. ماشي اتجنن خالص بصراحة، عمالين يعني من قفا هنا لقفا هنا، راجل خلاص لسع، ربنا يشفيه ان شاء الله. ولكن هو ساب زي ما قلت لكم فوز المنتخب المغربي وطلع اتكلم على اصل الجزائر عندها منشآت، ما فيش حد في افريقيا عنده المنشآت اللي زيها في الكورة، انا ما اعرفش ازاي يعني، ده المغرب هينظم كأس العالم مش عارف، واخر كأس امم افريقيا الجزائر نظمته الجزائر فازت بيه كان في مصر، فانا مش عارف منشآت حضرتك فين بالظبط، يعني انت قول لي منشآتك فين كوكب لالا وانا همشي وراك للاخر. احنا لنا الله في كوكب لالا، طبعا انا لسه صاحي من النوم فمش عايز اوريكم السحنه، بس لازم اقولها لكم يعني بوشي، لنا الله في كوكب لالا والسلام عليكم.